حصاله بتاعتك طبعا انت عارفه باين عليها صح حصاله لكن انت يعني ضحكت شفتها ضحكت الله الحاجات دي بتاعت مين وهي صغيره في كمان حاجه عبير هتحبها جدا بقى ايه يا عبير بقى اللكلوك وحاجة رانيا بتحبها جدا 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 انا فعلا كنت ياكلوني عشان اسكت عشان ايه في الله شفتي بقى انت بصراحه بيها عروستك دي بافيتا هي ماما اظن جابت مليون بافيتا طبعا انا عارفه ايوه وفي بامبرز تاني للي عاوز يعني مدام سهير مين اللي كانت ولادتها اسهل عبير ولا رانيا لا يعني هي الولادة الاثنين تقريبا بس بتقلي عبير لان ولو ان هي الاولانية يعني لكن عبير اتولدوا في البيت ولا في المستشفى رانيا بنت سبعة سبعة كانت نازلة مش براسها بإيدها دي نازلة خناقة بقى مش نازلة فالدكتور عدلها وهي نازلة ويا ريتهم عدلوا مين اللي كان مسميهم انت ولا الملك فريد شوقي انا وفريد يعني احنا الاثنين الشرفيين بس انت بوظت النور اللي فيها اخص عليك لا 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 خدي لا لا مش كده والله ما هزعلكم لا لا والله ما هزعلكم ما عجبش حد حتى في هذا الزمن انت جايبه العيال انا شايفك انت معجبه باللكلوك يا نهى اللكلوك ده عالمي يلا عشان انت برضه تنبسطي شيك وماشي معاكي اه مع مايسترو كمان خليها معاكي يمكن تسرحي لحد شعرها دلوقتي مين بقى اللي سماهم قلت لي اللي كان ايه مين اللي سماهم مين سمى عبير ورانيا فريد انا وفريد يعني عبير يمكن ناهد اشتركت فيه اختها الكبيره انا وفريد وعبير بس ستها الله يرحمها بقى مامة فريد قالت لي يعني ايه عبير دي يعني لما ندلعها هنقول لها ايه عبوره ما عجبهاش الاسم ولفت لي يابا فعلا كنا بنقول لها عبوره انا العيله كلها تقول لي عبوره عبوره ورانيا مين سمى رانيا؟ رانيا انا ليه؟ ليه يا سوير؟ ليه سوير ده انا قلت طب ماشي تيتا رانيا ابقى في الزمن بعد كده مستعجله دي نازله قبل ميعادها دي اللي مستعجله على طول مش فاهمه مستعجله على ايه كمان يعني ده اهم رانيا كنت شقيه وانت صغيره؟ يعني مثلا كنت بتعملي مقالب في عبير؟ لا لا كنا بنعمل في عمتنا بتعملوا ايه؟ الله يرحمه كنا نروح ندور على الماسكات نشتريها عشان ونستخبى نخوفها هي كانت خوافه قوي وبابا بالاتفاق مع بابا يعني بابا يقول لي انا هدخلكم من هنا او انتوا يعني نعمل الميزانسين بتاع الموضوع مؤذيين يعني طب انتوا بقى كنتوا بتلعبوا ايه مع بعض وانتوا صغيرين انت ورانيا؟ انواع الالعاب ايه؟ لا كل لا احنا كانت طفوله بصراحه يعني اصلا كنا بنلعب فوق السطوح وبنلعب في الجنينه وبالعجل وبنقسم الاوضه بتاعتنا بيوت ومحلات وطيارات يعني كان في ابداع برضو